من حجم انتاجك. يعني احنا ما فيش اي مساس مفيش مشكله باحتياطي الغاز لا في نهائيا. مصر، وبالتالي ممكن نصدره بشكل طبيعي. اصل هي الاشكاليه لو احنا دخلنا في الارقام المتعلقه باحتياط الغاز مؤكد وغير مؤكد هنختلف. هي الاشكاليه دلوقتي الموجود عندك انت بتستغله كويس ولا لا، بتتزامن يعني انت بس عمليه انت التصدير. حضرتك بتقولي معلومه جديده النهارده، انه الغاز اللي احنا بنصدره مش هو الغاز اللي بيوصل لنا في لا البيوت. لا لا، هو الناس بتربط بينها لان هو ده قال لك ان ده البديل، فانت ليه بتصدر البديل؟ لكن هو مختلف تماما من الناحيه الفيزيائيه والناحيه الكيميائيه عن البوتاجاز، مختلف تماما عن الغاز الطبيعي. وده اصلا الغاز الطبيعي يعني ليه تكاليف واسعه جدا لتوصيله، لكن بعد كده العائد بتاعه بيقلل من الاستهلاك من تكلفه استهلاك المجتمع للطاقه يعني عموما. يعني المفيد في الموضوع ده كله ان احنا لازم ندرك ان اسرائيل اولا بتستهلكش غير اكتر من مصنع اسمده في اليوم 220 مليون قدم مكعب، دي نسبه اسمده يعني اي مصنع اسمده هي بتاخد نفس الكميه الخاصه بيه. ثانيا في السعر، اي سعر قابل حتى لو افترضنا ان هو حاليا بخس انت ممكن تتفاوض عليه بس لازم تلتزم بيه، يعني ما ينفعش تبقى متوقف عن التزاماتك وتطالب بحقه بحقوقك، يعني لازم تديني الاول الالتزامات وبعد كده تطالبني. ثالثا لازم نفرق، ودي مهمه جدا، ما بين تصدير يعني فيما يتعلق بقضيه تصدير غاز اسرائيل بين ان هي قضيه سياسيه وقضيه اقتصاديه. لو هي سياسيه اعتقد ده قرار دوله مش قرار يعني فرد او اثنين او ثلاثه، الدوله في وقت من الاوقات اختارت ان هي تصدر غاز اسرائيل، اذا اختارت في يوم من الايام ان هي توقف التصدير لاسرائيل فعليها ان تتحمل تبعات هذا القرار، وده مش طالما كلنا اتفقنا عليه او الاغلبيه اتفقت عليه خلاص. هي الاتفاقية دي دائمة يعني؟ هي لمده 15 سنه وقابله للمد 5 سنين اخرى. 15 سنة ينتهوا امتى؟ ينتهوا 2000 واعتقد بعد 2007 يبقى 2022 اعتقد، وبعد كده قابله للمد 5 سنين يعني ممكن الطرفين بس يبقى اسعار جديده. ثانيا المهم جدا تعتبر ان دي قضيه اقتصاديه، لو قضيه اقتصاديه تتحسب بالورقه والقلم، يعني انت هتخسر لو لغيت الاتفاق او التزمت بيه. لازم الناس تدرك يعني اتفاقيه الكويس لما اتعرضت للناس صح الناس قبلتها، لان قالت ان هي هتوفر او هتحافظ على 150 الف فرصه عمل في مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزه الخاصه، الناس قبلت المنطق ده لان ده طبيعي، ال 150 الف كان نسبه عاليه، وان احنا هنصدر لامريكا ب 2 او 3 مليار دولار سنويا من المنتجات الملابس الجاهزه بسعر تفضيلي. يعني انت تخيل لو لولا بروتوكول الكويز ما كنتش عرفت تصدر قطعه واحده من الملابس الولايات المتحده الامريكيه، لان الصين كانوا هيحتكروا السوق. امريكا بتديك ميزه تفضيليه فيما يتعلق بالجمارك. ما احنا لازم نبص اللي لينا واللي علينا، العمليه مش عمليه ان لو موقف سياسي احنا كارهين الولايات المتحده او اسرائيل خلاص المجتمع ياخد قرار انه يكره اسرائيل وامريكا وياخد سياسات وتبنى سياسات زي ايران وتحمل تبعات هذا القرار، او يتحمل تبعات قرار اخر ان هو يتوازن في علاقته السياسيه مع امريكا واسرائيل بما يحفظ مصالح مصر الوطنيه والقوميه والعربيه يعني مع العرب والاسلاميه. توضح لي ان الاتفاقيه بتاعت الغاز دي لاسرائيل كان ليها مقابل بشكل مختلف. بالتاكيد التاكيد، يعني سؤال واحد فقط لا غير، هل من المعقول تصديق ان الولايات المتحده الامريكيه ما كانش هتوفق على ما تزعلش منها استمرار المعونات او السياسيه الاقتصاديه او العسكريه، او ان هي تحاول بقدر الامكان تعزيز اتفاقيه البروتوكول الكويس ان هي تمدها لك في محافظات ثانيه، او ان هي تعتبرك حليف استراتيجي ليها في المنطقه، او انت المحور الارتكاز في الهدوء والسلام اللي في المنطقه. خلي بالك الامريكا برضو ليها حسابات سياسيه او اقتصاديه مختلفه تماما عن يعني مختلفه عن اللي احنا بنبص لها. يعني تكلفتها في حاله اندلاع نزاع في الشرق الاوسط تحديدا عاليه جدا، يعني فهو بيدفع اللي هو شايف ان هو يتناسب مع مخطط عدم اندلاع نزاع في الشرق الاوسط. يعني تعزيز اسرائيل عسكريا هيكلفها كتير لو حصل حاله توتر في المنطقه عن الحالي، هم في غنى عن الموضوع ده، فهو بيديك اللي هو شايفه هو مناسب وانت شايف ان انت ده مناسب ليك وفق لظروفك وامكانياتك وقدراتك الحاليه. الموضوع اصلا حسابات، يعني احنا يعني المفترض لما بنفكر في موضوع لابد ان احنا ندرك ان احنا نفكر بعيدا عن عواطفنا. دائما بيتقال ان يعني قرارات الدوله بتحسب وليس تتخذ بالعاطفه، وده مش عيب. يعني اعتى واحد حاليا او اكثر واحد متشددا في موقف السياسيه عندما تولى الحكم هيفكر مره واثنين وثلاثه في اتخاذ اي قرار. طب حضرتك شايف ان يعني رجعنا تاني لتفجير خطوط الانابيب، هل فعلا الهدف الاساسي منها زي ما حضرتك قلت في البدايه الاضرار بالاقتصاد المصري، يعني باعتبار ان طبعا عشان نقدر نوصل الانابيب دي مره ثانيه هيكلف الدوله مبالغ كبيره جدا، ولا محاوله للفت الانظار لمشاكل بيعاني منها اهل سيناء؟ هو طبيعي يعني المنطق اهل سيناء الفتره اللي فاتت ما كان يعني ما حلموش باللي بيحصل لهم فيما يتعلق بالاهتمام والتركيز اللي هو من جانب كل المجتمع المصري، واهل سيناء دول جزء من اهل مصر. انا دايما يعني الخلط بان احنا نفصلهم ده غلط، هم نفسهم بياكدوا على ان هم جزء من اهل مصر.
اهل سيناء اللي هم. بس دي غلطه كان بيقع فيها النظام السابق. بص حضرتك لا محمد احنا دلوقتي في مرحله حاليا هنحاول نبني فيها. اهل سيناء دول يعني من اشرف الناس اللي موجودين في المجتمع المصري وتساووا معنا كلنا. يعني ايه الفرق بيننا وبين ما فيش اي فروق. هي الاشكاليه كلها جايه ان في دائما في لحظات ضعف في الدول يعني اطراف اخرى بتحاول تنهكها اكتر بحيث ان هي تبقى عندها قدره على استغلال هذه حاله هذا الضعف لمواقفها ومصالحها سواء لاعتبارات دينيه او اعتبارات سياسيه. لكن في نفس الوقت لازم احنا نبقى منتبهين لضروره ان احنا ما نديش فرصه لحد ان هو يستغل ضعفنا اكبر قدر ممكن ونحن نحاول قدر الامكان نعزز من قوتنا ونتحول بسرعه من مرحله الضعف والتحول دي لمرحله القوه والثبات. ده 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 مصر دي يعني ادراك العالم كله ليها ان هي محور ارتكاز في المنطقه ده يعني تمام. يعني انا كنت موجود في امريكا في واشنطن في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما حدش اتكلم على اي حد في منطقه الدول العربيه غير مصر. هم ثلاث مرات قالوا تذكروا بس هي عشان مركز الثقل في المنطقه كلها يعني انت تخيل بقى اهميتها في المنطقه كلها. في المنطقه هي من ناحيه سياسيه مش اقتصاديه عشان نكون صادقين يعني تمام. فالعالم كله مركز على فكره ان مصر تحديدا لازم تبقى اكثر قدره على الثبات والقوى لان هي محور ارتكاز. سؤال اخير اتفضل عشان المخرج بيقول لي انتهى اليوم مش الفقره. واحد انا اول ما ابتديت من خاطري كده ربطت ما بين الاسلحه اللي بنشوفها في قناه السويس والانفجار الدائم لخط الغاز. واحد اتنين الشكوك رايحه حوالين مين اللي بيضرب لنا كل شويه خط الغاز. هو انت الربط بين الربط صحيح لان الاشاره داله على تفجير متكرر ان الخطوه القادمه ممكن تكون قناه السويس وبالتالي انت لما مؤاخذه هتبقى في اضعف حالاتك لو حصل اي حاجه هتفقد 5 مليار دولار يعني ما انساش يعني 30 مليار جنيه بيروح برتبات للناس يعني مش هقول لك بيروح لحد تاني لان قناه السويس هي والسياحه وتحولات العماله هم الحاليين اللي بيدفعوا برتبات الناس لا الصناعه ولا التصدير مؤسف في الاقتصاد ولا السياحه ولا لا السياحه الى حد ما الناس بتشتغل فيها فبتاخد مرتبات يعني لحد ما الناس بتبقى دلوقتي الحاجه الثانيه الاشاره الداله ان المرحله الجايه قناه السويس وده يعني ومش مش ده في اسوء يعني سيناريوهاتنا مش شرط يكون افضلها بس هو قائم لان تكرار اكتشاف اسلحه بجوار القناه وتكرار نجاحهم في تفجير الخط وعدم القبض عليهم او حتى العثور على ادله خاصه بيهم مرحله جايه ان هو أو ايه البديل ايه الحق ايه اللي ممكن ينهك الاقتصاد المصري تاني ما هو ده متوقف وعطلان احنا يعني خلصنا عليه زي ما بيقولوا عليه يبقى البديل الاخر حاجه واحده بس يا شرم الشيخ يا قناه السويس. يعني ارض سيناء يمكن مختلفه شويه عن باقي محافظات مصر. التامين ارض سيناء تامين خطوط الانابيب دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الداخليه مسؤوليه القوات المسلحه ولا مسؤوليه رجال هذه الشركات اللي المفروض تحمي الانابيب دي؟ وهي مسؤوليتنا كلنا كمجتمع. اصل احنا لازم نتبنى وجهه نظر معينه ان احنا ننبذ هذه التصرفات وندين هذه التصرفات ونحاول بقدر الامكان. انا عايز اقول لك الجيش وقوات الشرطه بيقولوا بيبذلوا اقصى جهدهم بس في ظل يعني حاله القلق الحاليه وحاله التوتر فمن الصعب جدا السيطرة على شبه جزيرة سيناء أو التحكم في أسلحة مش هتزرع على كل أنبوبة أو كل محطة جنود. العملية كلها قائمة على فكرة إن اليقظة الناس واهتمامهم وحرصهم على الموضوع ده أو الخط ده هو الأساس في يعني صعب أسرع عليها مراقبة حتى لو إلكترونية مثلا هو بيبذلوا كل جهدهم بس المرحلة أنا أعتقد إنهم هيحولوا التفكير من مراقبة أو محماية النقاط الرئيسية حاليا لمراقبة الخط كله واعتقد انهم هيتبنوا خطط افضل فيما يتعلق انه ده عمل تخريبي وليس عمل عنف او عمل. استاذ اشرف فكري رئيس قسم الاقتصاد بالمصري اليوم شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك فهمتنا عده نقاط مهمه جدا وفتحنا تحذير بشكل عام لمشاهدي نايل لايف ونهارك سعيد. مفيش حد في الدنيا بيقول ان اللي ملوش حق ما ينزلش ميدان التحرير ويقول اللي هو عايزه و و و بس أرجوكوا ما ننساش إن في ناس من بره مصر عايزة لمصر الخراب. ربنا يستر النهاردة إن شاء الله في ميدان التحرير. بشكر حضرتك يا فندم بشكر كل اللي تابعونا النهاردة في نهارك سعيد. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد ويوم جديد. نهاركم سعيد.